طلبات الثانوية العامة. يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى، الحلقة رقم 70. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الفرنسية على مستوى الجمهورية اللي هيتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة يكون معنا ريفيجن على يونت 2 أو مراجعة على الوحدة الثانية طبعا باللغة الفرنسية، وهيكون معنا في الحلقة أحد كوادر اللغة الفرنسية على مستوى الجمهورية، هيكون معانا ميسيو محمد الويشي. صباح الخير. صباح الخير مستر محمد، اخبار حضرتك ايه؟ تمام، شرفنا حبيب الحلقه ان شاء الله. وهيكون معانا ان شاء الله برضو في الحلقه ميسيو محمد الطراز. صباح الخير يا ميسيو. صباح الخير مستر محمد، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام والله، شرفنا حبيبي، ربنا يخليك يا مستر. ان شاء الله تمنياتنا القلبيه بالتوفيق لكل طلابنا الاعزاء في حلقه المراجعه النهارده، هتبقى على الوحده الثانيه. في ريت الطلبه كلها تركز معانا، لان المدرسين مجمعين مجموعه من الاسئله اللي هي فيها اعمال الفكر ومبنية على الفهم بنسبة كبيرة جدا. فايه، نبدأ الحلقة مع بعض، نبدأ الحلقة مع ميسيو محمد الويشي، ونستأذن المخرج الجميل يجيب لنا بيج نمبر 1. سوري، نبدأ مع مستر محمد الطراز، اتفضل يا حبيبي. إن شاء الله الأسئلة بتاعتنا النهاردة هتكون مراجعة على الوحدة الثانية لكل جوانب الوحدة، سواء كان أفكار جرامير أو أسئلة المواقف، سواء كان بتشمل القواعد أو الكلمات المتناولة للوحدة كلها. نبدأ مثلا بالسؤال الأول. جملة بتقول جاشات نقط بوم، هنا مع الكلمات الخاصة بالأكل أو الكلمات الخاصة بالأكل والشرب مع أي فعل ما عدا أفعال الميول بنحط أدوات تجزئة، فهنا هيبقى الإجابة دولا، تبقى جاشات دولا بوم، أنا أشتري التفاح. الجملة رقم 2 جادور نقط ديابولومنت، هنا عندنا فيرب أدوغي من أفعال الميول، وإحنا قلنا قبل كده أن أفعال الميول بتسبق بأدوات المعرفة، يلو لا الا باستخاف لي. هنا كلمه ديابولمنت كلمه مذكره، فهناخد لو. نفتكر دايما ان كل المشروبات مذكره ما عدا كلمه بواسون بمعنى مشروب، وكلمه ليموناد وكلمه او. الجمله رقم 3 جيم بوكو نقط يوغت، هنا عندي فعل ميول وعندي بوكو دو ظرف كميه. احنا قلنا ان ظروف الكميه بوكو دو بودو اسيدو بتطبع بحرف الجر دو او دي باستخاف، ما عدا في حاله وجود افعال الميول زي فيرب ايمي وادوغي وبريفري وديتستي، هنا هيبقى الاختيار بتاعنا لو. ونفتكر دايما ان كلمه يارد كلمه بدأ بحرف متحرك ولكنها تعامل معامله الساكن. الجمله رقم 4 جو مونج بوكو نقط فيوند، هنا الجمله رقم 4 فيها شبه شويه من جمله رقم 3. اللي يفرق الجملتين، في الجمله رقم 3 عندنا فعل ميول، لكن في الجمله رقم 4 عندنا فيرب مونجي وده فعل تجزئه، فهنا حرف ظرف الكميه بوكو هيجي وراه حرف الجر دو، لان احنا قلنا ان ظروف الكميه بتطبع يا اما بدو يا دي او او دي ابستراف، هنقول جو مونج بوكو دو فيوند. الجمله رقم 5
il n'aime pas notre viande. Lou, la, les deux. هنا أنا عندي كلمة فياند لحمة، دي كلمة محتاجة أداة تجزئة، ولكن عندي فيرب إيمي فعل ميول بياخد أدوات معرفة. فيرب إيمي أو أفعال الميول زي إيمي وأدري وبريفير ستي في النفي لا تتحول أدوات المعرفة، ولكن اللي كان بيتحول أدوات النكرة والتجزئة مع أي أفعال غير أفعال الميول. وكلمة فياند كلمة مؤنثة فهختار لا، يبقى إيل نيم با لا فياند، هو لا يحب اللحم. أحسنت يا مسيو. شوف مع بعض كده بيج نمبر 2 مع مسيو محمد الويشي. اتفضل يا مسيو. Les friandises sont un des desserts sucrés ولا سكري ولا سكري ولا سكري. مبدئيا كده يا جماعه كلمه سكري بمعنى سكريه او مسكره. انا عندي هنا صفه، طب الصفه بتتبع ايه؟ تتبع الفاعل او تتبع الاسم الموصوف، بمعنى هتتبع اللي في الاول او هتتبع الاسم اللي قبل النقط. مبدئيا كده الصفه تتبع اقرب موصوف في جميع الحالات. انا يا جماعه ببص على الفعل لما يبقى عندي لي فريانديز سون فقط، ولكن هنا عندي ان دي ديسير، يبقى النقط جايه قبلها كلمه ديسير معناها حلوى جمع مذكر، فبستخدم سكري الثالثه جمع مذكر. بعد كده ما سور ا ال فو ميتر ان بول، معناها اختي تمتلك فهي تريد ان ترتدي بلوفر. طبعا يا جماعه احنا كنا خدنا التعبير في الدرس الاول في الوحده الثانيه التعبيرات عن الاحاسيس، فكان بيجينا عندنا فيرب افوار، وفيرب افوار كان بيجي بعده تعبيرات زي avoir faim جوعان، avoir soif عطشان، avoir peur او avoir chaud او avoir froid. كل دي تعبيرات كانت بتيجي مع avoir. المعلومه الاهم ان التعبيرات اللي بتيجي بعد verb avoir ثابته، لا تتغير، لا تتاثر بالفعل. يعني هنا عندنا التعبير كان اسمه ايه؟ avoir faim، avoir froid. يبقى اذا بالتالي هنا froid انهي واحده؟ المؤنثه ولا المذكره؟ رقم اول رقم بي طبعا، رقم ايه؟ رقم ا، لان التعبيرات ثابته ولكنها تؤنث وتجمع حسب الفاعل لو كان عندي فيرب اتر. ils ont faim. طيب للتعبير يا جماعه عن شده الاحساس كنا بنستخدم الظرف تخيل، بمعنى j'ai faim جوعان، j'ai très faim جوعان جدا، j'ai très soif عطشان جدا، j'ai très peur خايف جدا. فبالتالي عشان اعبر عن شده الاحساس او المبالغه في الاحساس بستخدم الظرف تخيل. طب je mange des pépites point chocolat. مبدئيا كده دي بيبيت، الكلمة دي ذكرت في الوثيقة بتاعت الوحدة معناها رقائق من، وده كان تعبير ثابت لأنه ده ظرف كمية. دي بيبيت دو شوكولا معناها رقائق من شوكولا، حرف الجر ده ثابت، الإجابة هتبقى رقم دي الأخيرة. جيم فيغ سالاد. مبدئيا كده أفعال ميول بتاخد أدوات تعريف، فلو أنا قلت جيم هتقولي لا سالاد، ولكن هنا أفعال ميول متبوعة بفيرب فيغ اللي كان بياخد أدوات تجزئة عند الحديث عن المأكولات وكذلك الألعاب الرياضية. طب أنا يا ميسيو هاخد على فيرب إيمي اللي بمعنى يحب، وكلمة سالاد كلمة مؤنثة فهستخدم لا. أقول لك غلطان. ليه؟ لأن أنا عندي أفعال ميول تأتي كمساعدة لو جاية معاها فعل بعدها في المصدر. فيبقى الفعل الأساسي بتاع الجملة هو الفعل اللي في إيه؟ اللي في المصدر. تمام، يعني فيرب فير مع الأكل بياخد أدوات تجزئة، وكلمة سالاد كلمة مؤنثة فبستخدم دولا. جميل جدا يا ميسيو. ننتقل لبيج نمبر 3 ونشوف كده مع ميسيو محمد الطراز. اتفضل يا ميسيو. جملة بتقول سي ني با نقط با. هنا أنا عندي فيرب اتر في النفي وعندي كلمة با بمعنى خبز كلمة مذكرة. ونفتكر زمان إن إحنا قلنا عند النفي تتحول أدوات النكرة والتجزئة إلى دو أو دي أبستراف ما عدا في وجود فيرب اتر. والأو أس تي هنا من تصريفات فيرب اتر فهختار دو الأولى، يبقى سي ني با دو با الاختيار الأول. الجملة اللي بعدها إياد أم لي ديسار ألوي النقط أشات على باتيسري. هنا فعل الجملة الأولى فيرب إيمي فعل ميول، في الجملة الثانية فيرب أشيتي. هنا هنشتغل على فعل الإجابة أو فعل جملة الإجابة، هنقول إياد أم لي ديسار و وي إيلان أشات على باتيسري، يبقى أنا هختار الضمير أو اختيار نمرو سي. الجملة اللي بعدها فوتري مير نقط لي كارس بور فو. هنا هنشتغل على الفاعل فوتري مير وما بصش على صفة الملكية. فوتري مير والدتكم هتبقى فات ولا فيزون ولا في ولا في. هنا تصريف فيرب فير فوتر مير هيبقى زي الإيل والآل زي الضمير آل، هتبقى في الأخيرة، يبقى فوتر مير في لي كارس بور فو. الجملة اللي بعدها أكومباني نقط بور فير لي كارس مو موا فو لا. هنا في حالة الأمر بعد الشرطة دايما بنحول مو لموا، هتبقى أكومباني موا بمعنى اصطحبني بور فير لي كارس للتسوق. الجملة اللي بعدها لورانج إي نوت فري فريش ديليسيون فريش. هنا كلمة أورانج لو لون مذكرة لو فاكهة مؤنثة، فهنا عندي هنا بيتكلم على الأورانج كفاكهة فهقول
فريش اللي هي اختيار نمرو بي. يبقى لورانج اي فريش. جميل جدا يا مسيو محمد. ننتقل لبيج نمبر 4 مع مسيو محمد الويش. اتفضل يا مسيو. البيسكوي il prend au goûter. مبدئيا كده زي ما انت شايف الفاعل بيجي في الاول وبعده ايه؟ فيرجول فاصله. طب انا مطلوب مني اعرف المعلومه الاهم. هنا بيقول لي بيسكوي بسكوت وفيرب ايه؟ فيرب بروندر. تمام. فالمفروض ان فيرب بروندر مع الاكل واي فعل يا جماعه مع الاكل كان بياخد ادوات ايه؟ ادوات تجزئه ما عدا طبعا افعال ميو. تمام. فالمفروض عندي بيسكوي مع فيرب بروندر هتاخد ادوات تجزئه. وانا بقول لك المعلومه اكل مع اي فعل تقوم عوض عنه على طول بالضمير ايه؟ بالضمير ان كضمير شخصي. الا افعال الميول يعوض عنها بالضمائر المفعول المباشر اللي هي شبه ادوات المعرفه بالظبط لو لا الا بستخاف ليه. فكلمه بيسكوي مع فيرب بروندر اكل مع اي فعل زي ما انت شايف عوض عنه بالضمير ايه؟ بالضمير ان الا افعال الميول. لي روبا il prend à l'heure. هنا الوجبات هو يتناول à l'heure في الموعد. هنا يا جماعه في فرق بين الاكل مع فيرب بروندر وكذلك الوجبات مع فيرب بروندر. انت قلت لي اكل مع اي فعل زي بيسكوي مع فيرب بروندر كنت بعوض بالان في المثال رقم 16. طب المثال رقم 17 لي روبا مع فيرب بروندر زي ما انا قلت ان الوجبات بتاخد ادوات تعريف. فلما بقول جو بران لي روبا جو بران لو بيتي ديجوني مع فيرب بروندر طبعا. طيب عشان كده انا المفروض اعتبر ان لي روبا هنا مفعول ايه؟ مفعول مباشر. فبعوض عنه بالضمائر لو او لا او الا بستخاف او لي. فالمفروض ان هنا الكلمه دي جامعه فبالتالي بستخدم لي نيميرو سي رقم سي الاجابه. بعد كده في ان بلا دو فياند بيعمل طبق لحمه. كان متى بيعمل طبق لحمه؟ كومان كيف بيعمل طبق لحمه؟ او اين بيعمل طبق لحمه؟ كي من بيعمل طبق لحمه؟ تقول لي غريبه كان صح كومان صح او صح كي صح. ولكن يا شباب عندنا الاداه كي تسال عن الفاعل في الجمله لازم يبقى عنده ضمير الفاعل جو او تو او ايل او ال. في الحاله دي انا مش هختار كي. لكن لو جيت اقول كان متى هتقول كان تيل في متى هو يعمل كومون تيل في كيف هو بيعمل او ايل في اي اين هو بيعمل طبق سطر. لكن كي من يعمل هي دي الاجابه طبعا عشان ما عنديش فاعل في الجمله. تمام. طب نيجي على السؤال اللي بعده ولاحظ ان الاسئله شبه بعض. هتلاقي نفس الفكره لكني زودت حرف غيرت كلمه ضفت حرف جر. هي دي الافكار اللي بيشتغل على النظام الجديد. طب هنا فيرب فير بمعنى يعمل ان بلا دو فياند. هتقول لي السؤال رقم 18 كان في لكن السؤال رقم 19 فيه كامل. اقول لك من خواص الاداه يا جماعه كومون اللي معناها كيف كان بيجي بعدها الفعل في المصدر. يعني كومون بوان نقط يبقى فيرب في المصدر. لكن لو كان لي ضمير عادي يا جماعه كومون ايل في لكن كومون فير على طول زي ما انت شايف هنا. هنا مدي لي فير في المصدر يبقى كومون فير. لكن اداه كي كانت تصرف مثل الضمير ايه؟ ايل. عشان كده لو بصيت للمثال رقم 18 تلاقي ايل في هو بيعني اخرها تي. طب جو مانج استيك فريت اللي هي ايه؟ شريحه لحمه بالبطاطس المقليه. تمام. طب فيرب مونجي واي فعل مع الاكل هيستخدم بادوات تجزئه الا افعال ميو. تمام. اذا ده فيرب مونجي بيساعد على التجزئه بياخد ايه؟ بياخد دو او دو لا او دو لا بسخاف او دي. طيب انت لو بصيت نهايه الكلمه هتقول لي اس جمع فانا اختار الاجابه رقم بي. ولكن عندي كلمتين يا جماعه بتعامل على الكلمه الاولانيه كلمتين بينهم شرطه زي دي كلمتين بينهم باتا جلاس او كلمتين بينهم دو. في الحاله دي انا هتعامل على الكلمه الاولانيه. فكلمه ستاك كلمه مذكره والاكل المذكر بياخد ايه؟ دو اول اختياري. جميل احسنت يا مسيو. ننتقل لبيج نمبر 5 مع مسيو محمد ترس. اتفضل يا مسيو. الجمله بتقول تو يا دي بوتاي دو لي الوي جونات اي 4. هنا بنفتكر الضمير اون والضمير اون كان بيعوض عن او بيحل محل مفعول مسبوق به اداه نكره او اداه تجزئه او ظرف كميه او رقم او عدد. لو بصيت في الاجابه قال لك وي جو لات اي 4 عندك رقم. ولو بصيت على المفعول في الجمله الاولى تو يا دي بوتاي دو لي قبل منها اداه تجزئه يبقى هعوض عنها بالضمير اه يبقى تو يا دي بوتاي دو لي الوي جوني 4. الجمله اللي بعدها بيقول لو لي النقط في شاك متى. هنا اللي هيعوض عن كلمه لو لي السرير ودي كلمه مفرد مذكر مسبوقه بلو. واحنا قلنا في الشروط النوع الاول من الضمائر الشخصيه اللي لو لا الا بستخاف ليه بشرط المفعول يكون قبل منه صفة إشارة صفة ملكية أداة معرفة اسم علم. يبقى أنا أعوض عن كلمة لولي بالضمير لو يبقى لولي إيل لو في شاك متى الاختيار نمرو أ. الجملة اللي بعدها لا سالاد إيل نقط في كومونتري هو بيعملها كمقبلات.
نفتكر كلمة انتري دي كمقبلات اللي هي الحاجات الفواتح للشاي اللي في أول الوجبة، وكان عندنا الطبق الأساسي اللي هو بلا برينسيبال، وفي نهاية الوجبة بنتناول الديسيرت أو التحلية. هنا هنقول لا سالاد إل نو أتفي كومونتري، هنعوض عنها بالضمير أو، يبقى لا سالاد إل أون في كومونتري، الاختيار نمرو دي. الجملة اللي بعدها تو برون نقط ا ميدي، تو برون نقط ا ميدي، نفتكر ان كلمه ميدي كان معناها الساعه 12 الظهر، كان عكسها كلمه مينوي اللي هي الساعه 12 منتصف الليل. هنا بيقول لك كيل كوا كومون كو ابستراف، هنا كيل لازم يجي الكلمه وراها اللي بتسال عنها، وحسب نوع الكلمه بنحدد كيل او حسب نوع كيل تحدد الكلم. وهنا ما عنديش كلمه جايه بعد النقط عشان اختار كيل. بعد كده بيقول لك كوا ولا كومو ولا كو، هنا هقول تو برو كوا، انت بتتناول ايه او ماذا تتناول ا ميدي في الظهيره او الساعه 12 الظهر، يبقى الاختيار نمرو بي تو برو كوا ا ميدي. الجمله اللي بعدها تو برو نوات روبا ا ميدي، هنا الكلمه اللي جايه بعد النقط كلمه روبا، ودي كلمه مفرد مذكر فهختار كل الاولى تو برو كاريبا، انت بتتناول اي وجبه ا ميدي في الظهيره او الساعه 12 الظهر. سيفيني احسنت يا مسيو. ننتقل لبيج نمبر 6 ونشوف مع مسيو محمد الويش. اتفضل يا مسيو. مبدئيا كده السؤال رقم 26 والسؤال رقم 27 الاثنين نفس الكلام، ولكن فوق بيدي لي لو غوتي، tu prends le goûter، تحت tu prends au goûter. طيب ايه ده؟ يعني واحد بيقول لي التصبيره، انت تتناول التصبيره وانت تتناول في التصبيره. اذا حرف الجر والاداه بيأثروا طبعا في اختيارك لايه؟ لاداه الاستفهام نفسها. فهنا بيقول لي tu prends le goûter، انت تتناول التصبيره، que ماذا كي من انت تتناول. طبعا يا جماعه اتفقنا كي مش هتنفع عشان عندي tu في الجمله. طيب كيل المؤنثه، مبدئيا ما فيش ولا كلمه مؤنثه في الجمله، ولا ask بمعنى هل، اكيد هل انت تتناول le goûter التصبيره اللي هي اخر واحده. لكن اللي بعدها tu prends au goûter، لو جيت اختار نفس الاختياري اللي هي هتبقى ask هل انت تتناول في التصبيره، غلط طبعا ملهاش معنى، ولكن ماذا انت تتناول في التصبيره، هتبقى الاجابه نيمرو ا كو، اول واحده اللي بمعنى ماذا، كو tu prends au goûter، ماذا انت تتناول في التصبيره، انما tu prends le goûter يبقى est-ce que tu prends le goûter. طب je t'invite déjeuner، مبدئيا كده كلمه déjeuner بمعنى اتغدى. طب لو انا كنت اديت اداه استفهام كانت تبقى اسمها ايه؟ الغدا. يبقى déjeuner يتغدى واللي déjeuner الغدا. طب انا يا مسيو هعرف منين انت قصدك على يتغدى ولا الغدا؟ مبدئيا كده يا شباب كان عندنا فيرب انفيتي، كان فعل بنستخدمه عند الحديث عن ايه؟ عن الاقتراح، عايز اقترح على حد حاجه، انفيتي ا زائد فعل في الايه؟ زائد فعل في المصدر، لان حرف الجر في الفرنساوي بيجي بعده الفعل في الايه؟ في المصدر. فجو تانفيت ا ويجي لي ديجوني. هتقولي تمام، طب يا مسيو ما فيش الا دي. اه ما هو هنا يا جماعه المفروض اختار ايه؟ اختار الاو. ليه؟ لان المفروض لو انا قلت جو تانفيت ا لو ديجوني، الا زائد لو بتديني في الفرنساوي ايه؟ تديني او، يبقى في الحاله دي كلمه ديجوني اسم، يبقى او ديجوني. طب اللي بعدها جو تانفيت ديجوني، هنا المفروض ان انا اختار ايه؟ كلمه ديجوني مذكره، فانا هستخدم او. طب فين الاو؟ مفيش او، يبقى هنا بالتالي فيرب انفيتي يجي بعده حرف الجر ا ويجي لي بعده الفيرب على انفينيتيف الفعل في المصدر، فبالتالي هنا هستخدم ايه؟ انفيتي ا ديجوني، انا ادعوك الى ان تتغدى، لكن اللي فوقها انا ادعوك الى الغداء. او ديجوني كده الى الغداء، ا ديجوني الى ان تتغدى. طب جو تانفيت لو ديجوني، ايه اللي زاد في المثال الاولاني عن المثال الثاني عن الثالث؟ هتقول لي اداه التعريف لو، تمام. طب هنا انا ادعوك، هتقول لي ازاي يا مسيو ده نمره رقم 28 اخترت او، ورقم 29 اخترت ا، رقم 30 لقيت الاول او. ايوه، ما انا مديك هنا كلمه ديجوني مسبوقه بايه؟ باداه. ففي الفرنساوي اتفقنا ما ينفعش يجي ايه؟ هنا تمشي بطريقه الاستبعاد، ما ينفعش الاي يجي بعدها ايه؟ لو في الفرنساوي، فدي بعيده. الاو يجي بعدها لو ما ينفعش طبعا، لان اصل الاداء ا زائد لو بيديني ايه؟ او، برضو دي مش معايا. طب الاو بيجي دايما مع الاماكن او غالبا مع الاماكن المؤنثه وبعض التعبيرات، ما بقاليش غير بور بمعنى ايه؟ فور دينر زي ما بنقولها، او ايه؟ فور لانش. جو تانفيت بور لو ديجوني، انا ادعوك من اجل الغداء. يبقى اذا الى الغداء، من اجل الغداء الى ان تتغدى. احسنت يا مسيو. ننتقل لبيج نمبر 7 مع مسيو محمد الطراز. اتفضل يا مسيو. جملة بتقول جو برو نوت ديجوني ا 14، هنا بيقول لك انا اتناول الغداء الساعة 2 بعد الظهر، لو ولا او ولا دو ولا دو. هنا جو برو تبقى لو ديجوني، اختيار نمرو ا، انا اتناول الغداء ا 14 الساعة 14 اللي هي الساعة 2 بعد الظهر. الجملة اللي بعدها
Je prends du poisson نقط ديجوني. أنا أتناول poisson هنا بمعنى سمك نقط ديجوني الغداء. هقول أنا أتناول السمك في الغداء. هتبقى اختيار نمبر بي أو ديجوني. عشان كلمة ديجوني كلمة مذكرة. جملة رقم 33 Les poissons نقط on aux invités. Offre, offrant, offrir, offre. هنا هختار اختيار نمبر دي. مع إن الجملة أمرية. بس هنا كان في ملحوظة بتقول إن في حالة وجود الضمير on أو إجراك يستلزمان إعادة حرف الأس التي حذف في الأمر مع الضمير to. فعشان كده هختار الاختيار نمبر دي. يبقى Les poissons offrant aux invités. جملة رقم 34 La viande est plus نقط coût le poisson. Cher ولا شيء كلهم بنفس المعنى بمعنى غالي ولكن احنا قلنا ملحوظه في مقارنه الصفات ان الصفه بتتبع الطرف الاول من المقارنه الصفه بتتبع الطرف الاول من المقارنه ونفتكر مع بعض مقارنه الصفات والاسماء والافعال مقارنه الصفات كانت بلو والصفه وكو او ميان والصفه وكو واوسي والصفه وكو لكن في مقارنه الاسماء كنت بقول بلو دو ميان دو واوتان دو والاسم وبعدين كو في مقارنه الافعال كنت بجيب الفعل واحط بعديه بلو كو او ميان كو او اوتان كو هنا عندي بيقارن ما بين اللحمه والسمك من حيث الغلاء هنا كلمه غالب مع صفه وصفه بتتبع الطرف الاول من المقارنه وكلمه لا فيوند كلمه مؤنثه فهختار اختيار نمرو بي يبقى لا فيوند اي بلو شير كو لو بويسون الجمله اللي بعدها لا فيوند سي بلو نقط كو لو بويسون ايه الفرق هنا في الجمله رقم 34 عن 35 وجود كلمه سي واحنا قلنا برضو ان الصفه بعد سي مفرد مذكر الصفه بعد سي مفرد مذكر مهما كان الطرف الاول من المقارنه ودي كانت الملحوظه الثانيه في مقارنه الصفات ان الصفه تتبع الطرف الاول من المقارنه وفي حاله وجود سي الصفه دائما بعدها مفرد مذكر فاختار اختيار نمبر ا يبقى لا فيوند سي بلو شير كو لو بويسون احسنت يا ميسيو ننتقل لبيج نمبر 8 مع ميسيو محمد الويشي اتفضل يا ميسيو فوزي ميل فيروي وي نو مونجون توجور معنى الجمله ايه انتوا بتحبوا الفواكه ايوه نحن ناكل توجور دايما هنا مبدئيا يا شباب عندنا فيرب ايمي بمعنى يحب في السؤال وعندنا فيرب مونجي بمعنى ياكل في الاجابه وانا لسه قايل لك المعلومه قلت لي اكل مع اي فعل بعوض عنه بالضمير اه ما عدا افعال الميول بعوض عنها بايه لو لا الا بالصرف ليه حسب نوع الكلمه مذكره ولا مؤنثه مفرد ولا جمع هنا عندي فيرب ايمي يا مسيو وهنا عندي فيرب مونجي هركز دايما يا شباب على فعل الاجابه الفعل اللي قبله النقط هو ده اللي بعوض عنه بالضمير فيبقى اذا كلمه الفواكه مع فيرب مونجي مش كلمه الفواكه مع فيرب ايه مع فيرب ايمي فبالتالي مونجي هنا اكل مع اي فعل اعوض بالان على طول فوز ايمي لي فروي وي نو تروفون بون انتوا بتحبوا الفواكه نحن نجدها بون زمان ده كنت واخد قبل كده السؤال في الوحده الاولى السؤال عن ايه عن الراي Comment tu trouves كذا كيف انت تجد كذا فاصبح ان فيرب تروف ايه فعل ما بياخدش حرف جر بمعنى كيف انت تجد ايه الفواكه اذا اصبحت نحن نجدها هي الفواكه مفعول مباشر هعوض عنه بالضمير ايه بالضمير لي اول واحد تمام فما تقولش يا ميسيو اكيد انت غيرت لي اديتني فعل افعال ميول اكيد هتغير لي في الرد اديتك نفس الفعل بيدي نفس المعنى وخدت هنا ضمير مفعول مباشر لان فيرب تروف ايه لما تيجي تعبر عن الراي بتستخدم ضمائر مفعول مباشر لولا الا بصرف لي ايه لما دي الشوكولا شو هو بيحب طبعا زي احنا واخدين يا شباب ان الفعل الاول مصرف اللي بعده بيجي فين في المصدر فالايه هنا واخده ايه واخده ا كان مجموعه ايه اولى لان ده فيرب ايمي طب انا محتاج بعده الفعل في الايه في المصدر طب هنا مسيو عندي مونجي وعندي فيرب بوار بمعنى ياكل او يشرب هو مبدئيا كده ايه الشوكولا شو ده هتقول لي ده اكل لا طبعا ده شرب ازاي الانجليش اسمها هوت شوكليت اللي هو ايه مشروب الايه الكاكاو او لما بنترجمها حرفي اسمها ايه شوكولاته ساخنه اللي هي مشروب الكاكاو نفسه اللي هو هنا ده يا جماعه مشروب مش اكل ما تقولش شوكولا يبقى ده اكل فاستخدم مونجي لا الشوكولا شو ده مشروب ساخن بمعنى الكاكاو فبالتالي هستخدم هنا بوار تاني واحد لي فريز سي 20 ليفر ايجيبسيان 20 كتاب ولا جنيه لا 20 جنيه مصري لان هنا عندي كلمه ايجيبسيان مؤنثه فهنا معناها كتاب يبقى 20 جنيه مصري تمام طب ده ايه تقول لي ده بري سعر طب السعر يا شباب في الفرنسيه بياخد حرف الجر ا ثابت لا يدغم يعني ما ينفعش اختار ا اكس ولا دي ولا ايه ولا ان لكن اختار الا رقم دي الاجابه
طب كيل هنا جمع ايه؟ مذكر، بمعنى ما انت تحب ان تاكل. طب هنا اول واحده عندي بواسون، الثانيه فخيونديز، الثالثه غوسيت، الرابعه كاسكروت. بمعنى بواسون مشروبات، فخيونديز حلويات مشكله، غوسيت وصفات، كاسكروت ساندويتش. مبدئيا كده الاجابه اللي انت هتبعد عنها هي الحل. يعني لو قلت لك طلع واحده من اللي بره من الاختيارات هتقول لي اكيد يا ميسيو كان هنا جمع مذكر، فانا هبعد خلاص الاخيره، معناها هي الاجابه. ليه؟ لان الكاسكروت بمعنى ساندويتش، زيها زي بالظبط الساندويتش، لكن يا جماعه كلمه كاسكروت بتمشي للمفرد وللجمع، والكلمه دي مذكره، فتمشي للمفرد المذكر والجمع المذكر. ان كاسكروت زي ما هي مكتوبه كده قدامك، وكذلك دي كاسكروت هي نفس الاجابه. احسنت يا ميسيو. ننتقل لبيج نمبر 9 مع ميسيو محمد الطراز، اتفضل يا ميسيو. الجمله بتقول نقط سون تي ريبا بريفري، تكون وجباتك المفضله. هنا بيقول لي كيل وكال وكيل وكال. هنا انا هشتغل على حسب نوع الكلمه اللي بسال عنها هيحدد لي نوع كيل. وانا كان عندي اربعه، كيل مفرد مذكر وكيل مفرد مؤنث وجمع مذكر وجمع مؤنث. كلمه غوبا كلمه جمع مذكر، فهختار كيل هي نمرو سي، يبقى كيل سون تي ريبا بريفري. الجمله اللي بعدها بيقول لك لي ريبا سون، تكون الوجبات، كيل كوا كومو كي. يبقى ما ينفعش اقول ما الوجبات تكون، او ماذا تكون الوجبات، او كيف تكون الوجبات، او كي. هنا بفتكر السؤال عن رأي اللي محمد لسه منوه عنه اللي هو كومون تتروف، هقول كومون لي ريبا سون، كيف تكون الوجبات. يبقى الاجابه كانت رقم سي. الجمله اللي بعدها الفو مونجي ان بو نقط تو. هنا انا قلت من شويه ان ظروف الكميه زي بو دو بوكو دو اسي دو، الدو اللي بتيجي بعده ما بتظهرش، يا اما دي او يا اما دي ابستراف. يبقى هقول الفو مونجي ان بو دو تو، اللي هو الاختيار نمرو سي. الجمله اللي بعدها جو نيم با نقط تو لي دي سا. هنا جمله هتحيرك شويه، عشان عندك فيرب ايمي فعل ميول، وعندك نفي، وعندك كلمه تو، هتقول دو ولا دي ولا دو ولا دو لا. هنا هنفتكر التاكيد على النفي اللي خدناه في سنه اولى ثانوي وفي اخر درس في الترم الاول اللي هو النيجاسيون النفي. كنا بنقول التاكيد على النفي بيتحول با الى با دي تو، وده كان تعبير ثابت، فهنختار الاختيار نمرو ا. يبقى جو نيم با دي تو لي دي سا. الجمله الاخيره 45 نقط غوبا سون سوبر. وهنا هنقف شويه، كلمه غوبا كلمه تمشي مفرد مذكر وتمشي جمع مذكر. نفتكر قاعده الجمع، كنت عشان اجمع بضيف اس، والاخر اس او اكس او زد يظل كما هو. فكلمه غوبا تمشي مفرد مذكر وتمشي جمع مذكر. طب انا هعرف منين؟ اكمل الجمله سون سوبر، هبص على فيربات متصرف جمع، يبقى هنا كلمه غوبا كانت جمع، يبقى اختار الاخيره سي، لان صفات الاشاره كانت سون سات سات سي. سون مفرد مذكر بادئ بساكن، سات مفرد مذكر بادئ ومتحرك، سات مفرد مؤنث ايا كان، وسي للجمع ايا كان. فانا هختار الاختيار الاخير سي ريبا سون سوبر، عشان كلمه غوبا هنا جمع. احسنت يا ميسيو. ننتقل لبيج نمبر 9، سوري نمبر 10، مع ميسيو محمد الويشي، اتفضل يا ميسيو. سو شاريو اي تا فو بارون سي شاريو. مبدئيا كده يا شباب، هو كان عندنا انواع ملكيه كتير، ثلاث انواع، ملكيه بالدو، وملكيه بالاتر ا، وملكيه بالصفات. كان كل شكل من ضمن اشكال الملكيه دي كان ليها سمه خاصه بيها. الملكيه بالدو والملكيه بالا قلت لك حدد فيهم المالك. المالك دايما هو اللي بعد الاو دو. يعني لو قلت لو ليفغ دو محمد، يبقى محمد ده المالك. لو قلت لو ليفغ ايتا محمد، محمد، يبقى ده برضو المالك. تمام، يعني انا كده مطلوب مني احدد المالك، وبعد ما احدد المالك هعرف هو ايل ولا ال ولا ايل افيك اس ولا ال افيك اس. طيب وبعد كده هتقوم شايف كل مالك كان ليه صفه ملكيه خاصه بيها، لان هنا مديك افو بارون الى اباك، وهنا قال لي مو مامي ولا تون ولا سون ولا لوغ ولا هكذا، يعني عايز صفات ملكيه. طب انا هنا عامل ايه؟ حدد لي كده الملك فو بارون، ابائكم اللي هو ايه؟ ما حدش يقول لي انتم، ما تبصش لصفات الملكيه. السؤال ده جه في امتحان ثانويه عامه قبل كده. سو شاريو اي تا فو بارون، هنا الاباء يا شباب يعني جمع مذكر، يعني ايه الافيك اس؟ والايه الافيك اس تاخد لوغ او لوغ افيك اس. فبالتالي كلمه شاريو كلمه مفرد، يبقى استخدم لوغ بكل بساطه. Au marché, il y a trop haricots verts. إذن بالتالي هنا كلمة haricots verts معناها فاصوليا خضراء. طيب تمام، طب أنت قلت لي trop de و beaucoup de و assez de و autant de وظروف كمية كتيرة، كان حرف الجر فيها de ثابت لا يتغير، بالرغم إن هو يجي وراها جمع عادي جدا، إلا طبعًا أفعال ميول. تمام، طب il y a trop de ده المفروض يا ده باستخاف. طب هنا يا شباب كلمة haricots verts كلمة إيه؟ كلمة جمع، فاختار الدي غلطان. وهي اصلا مش موجوده، ولكن عندي دو يا دبس قاف، حرف الاش هنا في الكلمه دي حرف ايه؟ حرف ساكن، لان كان عندنا الثلاث ماكولات تبدا بحرف ساكن،
همبرجر الهمبرجر والاريكو فير وكذلك الياقوت الزبادي حرف اش فيها حرف ساكن وكذلك الايجريك الواي فبالتالي هنا هستخدم حرف الجر الدو ثابت اختبار رقم سي طب نو هتقول لي يا مسيو السؤال شكله غريب ليه لان النو في الفرنساوي اللي انا اعرف ان هي بتاخد ايه يا نو سوم يا نو بتاخد او ناس طب هنا عندي نو فيزيتون بتاخد او ناس نو زادورون بتاخد او ناس نو فولون او ناس نو ريبيرون برضه بتاخد او ناس اقول لك بص ركز كده على بعض النقط هتقول لي ده حرف جر نحن الى الاسواق بتاعت الحي نحن نزور الى الاسواق نعش الى الاسواق نريد الى الاسواق ولا نتوجه الى الاسواق ايوه اذا الفيرب ده بياخد ايه بريبوزيشن حرف جر فبالتالي نحن نذهب لاسواق نذهب او بنزور فلان او بنزور مكان طب هنا بنعشق حاجه لكن مش بنعشق الى حاجه يبقى اكيد طبعا هنا نحن نتوجه الى حرف جر مارشي الاسواق يبقى حرف الجر هو الحل طيب لا ناتاسيون السباحه il pratique à la piscine طب هنا يا شباب عندنا كلمه ايه هنا السباحه ده المفعول اللي جاي بعده فاصله فالطبيعي اللي هو يمارس يمارس ايه يمارس السباحه فاصبحت الجمله مفعولا ايه مباشرا مفعول مباشر مفرد ايه مفرد مؤنث هعوض عنه بلو او لا او الا بتخف او ليه وانت قلت لي مفرد مؤنث هتعوض عنه بضمير ايه لا هتقولي طب ايه الفرق بين المثال رقم 49 ورقم 50 هقول لك الفرق هو فيرب فقط شلت انا فيرب براتيكي وضفت فيرب فير اقول لك ان فيرب فير مع الرياضات يعوض عنه بالضمير ودي قاعده ثابته يبقى فيرب فير مع ايه مع الرياضات هتعوض عنه بالضمير اذا السباحه هنا مش هينفع اختار لا ليه لان عندي فيرب عندي فيرب ايه فير لان فيرب فير بياخد ادوات تجزئه مع الرياضات وكذلك ادوات تجزئه لو مفعول مذموم ادوات تجزئه بعوض عنه ايضا بالضمير ايه بالضمير فبالتالي يبقى الاجابه تبقى رقم ب احسنت يا مسيو ننتقل لبيجي نمبر 11 اوكي فاصل قصير ونرجع لكم تاني ورجعنا لكم تاني والمراجعه على الوحده الثانيه اللغه الفرنسيه للثانويه العامه ننتقل لبيج نمبر 11 صفحه رقم 11 مع ميسيو محمد الطرس اتفضل يا ميسيو الجمله بتقول نوت ليزي ليب سون جوبمونت هنقول تو ولا توت ولا تو ولا توت هنا نفتكر ان كلمه تو توت مفرد مذكر مفرد مؤنث جمع مذكر جمع مؤنث ونفتكر دايما ان كلمه تو لازم تيجي وراها الكلمه لازم اداه فهنقول تو ليزي ليب سون جوبمونت هنستخدم الاختيار رقم سي يبقى تو ليزي ليب سون جوبمونت طب انا عرفت منين ان كلمه ليب جمع مذكر ما بتمشي مذكر وبتمشي مؤنث من الوصف بتاعها كلمة جوغمو آخر أس جمع مذكر كده اخترت الاختيار رقم سي الجملة اللي بعدها ليزي ليب سو جوغموند هنا نفس الجملة ولكن هنا كلمة جوغموند آخرها أو أس يعني جمع مؤنث فاختار تو الأخيرة يبقى تو تو ليزي ليب سو جوغموند الجملة اللي بعدها نوت إيليف دوا بيا مونجي تو وشاك وتوت وبلوزيور هنا عندي كلمة إيليف تلميذ وعندي شاك وعندي تو شك وتو الاثنين بمعنى كل ولكن تو لازم يجي اداه تعريف قبل الكلمه لكن شك بتيجي وراها الكلمه مباشره فهنا اختار شك يبقى شك لاف كل تلميذ دوا بيا مونجي يجب ان ياكل جيدا الجمله اللي بعدها جو في نوت سبور بور اتر ان بون سانتي هنا عندي كلمه سبور كلمه جمع مذكر اختار تو ولا توت ولا بلوزيور ولا شك هنا عندي الكلمه مش واخده اداه فمش هفكرها هستبعد الاختيار رقم ا وبي طيب عندي كلمه شك وعندي كلمه بلوزيور شك بيجي وراها مفرد فمش تنفع فاختار الاختيار نمرو سي يبقى جو في بلوزيور سبار بور اتر ان بون سانتي الجمله اللي بعدها كومبيان نوات روبا تو برون بار جور احنا قلنا ان ظروف الكميه الدول بتيجي بعدها دي او دي ابستراف زيهم الات الاستفهام كومبيان دو الدول بتيجي بعدها يا اما دي او يا اما دي ابستراف حتى لو كلمه جمع فاختار الاختيار رقم بي يبقى كومبيان دو ريبا تو برون بار جور سي فيني احسنت يا مسيو ننتقل لبيج نمبر 12 مع مسيو محمد الويش اتفضل يا مسيو لي فريز كومبيان طبعا كنا واخدين السعر بالتفاصيل بتاعه في الدرس الكام التالت من الوحده الثانيه لي فريز كومبيان هنا مطلوب مني تصريف فيرب فير انت هنا بتتكلم على ايه بتتكلم على جمع فالجمع بياخد ايه بياخد او ان تي يبقى الاجابه رقم سي اللي بعدها نفس الجمله ولكن عندك سا سا دايما اتعود انك انت تتصرف دايما على الضمير سا ايا كان ايه اللي عندك في الجمله فالسا بتصرف مثل الضمير ايل بالظبط يبقى السا تصرف مثل الايل وانا قلت يا شباب لو عندي اسمين
وفصل بينهم بفاصله باخد دايما على الضمير الثاني، اتعامل دايما على الضمير الاول. لكن لو فصل بينهم بفاصله زي ما هي وعامل في المثال رقم 57 لي فريز فيرجول سا، يبقى اتعامل على السا. السا تصرف مثل الايل والاي بتاخد في اول واحد. بعد كده سارا بران سوبر كريب، ساره بتتناول كريب رائع. اذا كلمه كريب هنا كلمه مؤنثه، فانا بستخدم ايه؟ اون للمؤنث. اختياري رقم بي. سهام بران سوبر كريب، هتقول لي ايه الفرق بين المثالين؟ اه هتقول لي الاس اللي في كلمه كريب. ايوه تمام. هنا كلمه كريب كلمه ايه؟ فوق في السؤال رقم 58 هي كلمه مؤنثه، اذا كلمه سوبر مؤنثه لانها بتتغير حسب ايه؟ بتتغير حسب الكلمه. انت ما تعرفش هي مذكر ولا مؤنث، بس من هنا عندي كلمه كريب مفرد مؤنث، يبقى اكيد سوبر هنا كانت مؤنثه وانا مش هينفع انثى لانها لا تؤنث ولا تجمع. تمام. طب رقم 59 عندي كلمه كريب كلمه جمع، جمع مؤنث، يبقى اكيد كلمه سوبر جمع مؤنث. يعني انت عايز تقول لي كلمه سوبر هنا في المثال رقم 58 مفرد مؤنث، ورقم 59 جمع مؤنث. يعني انت عايز تقول لي كلمه سوبر جمع من الاخر. ايوه بصوا يا شباب، الصفه الجمع تجمع بدو وليس دي، ولكن اسم الجمع يجمع بدي زي ما انت عارف. يبقى اذا لو عندك كلمه كريب جايه بعد النقطه على طول هتقولي دي جمع تجمع بدي، ولكن الصفه الجمع يا شباب في الفرنسيه عندنا تجمع بدو لان ده نعت ومنعوت. تمام. وان في لو ميناج كو سا سور، روان بتعمل الاعمال المنزليه افضل ولا افضل ولا احسن ولا جيد؟ طبعا الاجابه رقم ايه؟ جيد. دي بعيده لان انا محتاج ايه؟ مقارنه. عرفت منين انا محتاج مقارنه؟ قال لك الكو موجوده في الجمله بمعنى عن، اللي هي زي الانجليش بالظبط. طب هنا المفروض روان تكون ميور افضل، هتقولي الثانيه، لان طبعا يا جماعه زي ما انتم عارفين ان الصفه ميور تتبع الفاعل في النوع والعدد. فانا لو هحل بالشبه اختار روان ميور المؤنثه، ولكن بص افضل ولا احسن؟ هتقولي ده فزوره. لا بص، دايما ميور تستخدم مع فيرب اتر. يبقى لو فعل الجمله هو اتر استخدم ميور وتتبع الصفه ميور الفاعل او الاسم الموصوف اللي في الاول ده في النوع والعدد. يعني ميور مذكره هأنثها بـ لو كنت الفاعل مؤنث وهكذا، ده بشرط لو كان عندك فيرب اتر هو الفاعل بتاع الجمله. لو كان عندك فعل تاني زي فيرب فير هنا مثلا هتستخدم ميور. اذا عايز تقول لي ميور رقم سي تستخدم مع جميع الافعال لانها ظرف تصف الفعل، ولكن ميور تؤنث وتجمع حسب الفعل، هنا اكيد جايه بعد فيرب اتر لان ميور يا جماعه صفه واصلها بلو بون، لكن ميور ظرف اصلها بلو بيان. احسنت يا مسيو. ننتقل لنوعية تانية من الأسئلة مع ميسيو محمد الطراس ونشوف مع بعض بيج نمبر 13. اتفضل يا ميسيو. النوع التاني معانا هو سؤال السيتويسيون، سؤال المواقف اللي هو الأسئلة المهمة جدا جدا عندنا، والسؤال ده بيعتمد على فهمك للقواعد وحفظك للكلمات في نفس الوقت، الاثنين بيكملوا بعض. هنا بيقول لك أول سؤال فوز انفيتي فوتر امي، بتدعو صديقك أبخوندر إن كلاس لتناول آيس كريم، فودي تي أنت هتقول تو فا أو مارشي جو تانفيت أبخوندر ريبا إن سوب ساتودي جو تنفيت أقلي على باتيسري. هنا الآيس كريم الجلاس هيبقى تبع الحلواني، يبقى اختار الاختيار نمرو دي جو تنفيت أقلي على باتيسري، أنا بدعوك للذهاب إلى محل الحلواني. الجملة اللي بعدها بتقول بودو موندي أن غارسون إن بواسو شاد، مشروب ساخن. خلي بالنا من كلمة بواسو شاد مشروب ساخن، فودي تي أنت هتقول جو فودغي دو شوكولا شون، جو فودغي أن ديابولومنت، دوني موا أن كوكا سيلفو بلاي، ولا كال بواسون شون ام تي. طبعا الاخيره سؤال فمش هتنفع استبعدها. عندي في الاختيار نمرو بي ونمرو سي دي ابولومنت النعناع مشروب بس ده بيحتمل ساخن او بارد، وعندي كلمه كوكا ده مشروب بس ده مشروب بارد، وانا عندي في السؤال قال لي بواسون شاد مشروب ساخن، فانا هختار الاختيار الاول جو فودغي دو شوكولا شون اللي هو مشروب الكاكاو. الجمله اللي بعدها رقم 3 بور اكسبريمي فوتر سونسيسيون فو دي تي، لتعبر عن شعور او احساس انت هتقول. بنفتكر مع بعض تعبيرات المشاعر اللي افوار فام وافوار سواف وافوار فوا وافوار شو. هنا بيقول لك لو تو ايشو الجو حار، الى سواف هو يشعر بالعطش، الى في فروا الجو برد، جي ان بوتي فام اشعر بقليل من الجوع. هنا انت بتتكلم عن شعورك او احساسك انت هتقول، يبقى انت اي اجابه فيها الضمير ايه هتستبعدها، اشتغل على الضمير جو انا، يعني اختار الاختيار نمرو دي جي ان بوتي فام اشعر بقليل من الجوع. احسنت يا ميسيو. ننتقل لبيج نمبر 14 مع ميسيو محمد الويش. اتفضل يا ميسيو. السؤال رقم 4 vous voulez acheter des produits alimentaires، vous dites انت عايز تشتري produits alimentaires منتجات غذائيه او produits d'alimentation اللي هي ايه المنتجات الخاصه بالتغذيه، هتقول ايه؟ طبعا يا شباب ده كان اهم سؤال في الوحده، عنوان الوحده faire les courses ده اهم تعبير في الوحده كلها، بيعمل شراء تسوق. يبقى السؤال عايز كلمه الحل هي عندي هنا كلمه ايه؟ alimentaire غذائيه.
هقول جو فودري فير لي بوتيك، عايز اعمل مشتريات لشراء ملابس، طبعا ما ينفعش. طب جو فودري فير دي كومبيتيسيون، انا اريد ان اعمل مسابقات، طبعا لو بتكلم عن ممارسه رياضه. جو فودري فير دو لا كورس ا بيي، خلي بالك من كورس والكورس ا بيي، كورس مجموعه. في الحاله دي ان انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على كورس اللي هو معناه مشتريات، لي كورس. فير لي كورس تعبير ثابت، وخلي بالك في فرق بين فير لي كورس وفير دي كورس. فير لي كورس هنا ال او اس اللي هي ادوات التعريف، بتتكلم عايز تعمل تسوق لشراء منتجات غذائيه، ولكن فير دي كورس هنا لشراء منتجات او اللي انا محتاجه بشكل عام. فبالتالي انا عايز منتجات غذائيه، يبقى اكيد فير لي كورس. نيمرو دي اللي هي رقم 4، فو دوموندي ا تون امي او ا تون كوبان لا سبيسياليتي كون مانش اون ايطالي. ايل دي، مبدئيا كده صاحبك بيسالك عن كلمه سبيسياليتي اللي هي الخصوصيه، كون مانج اللي بناكلها اون فرانس. طبعا يا شباب فرنسا معروفه بحاجتين، بالجبنه عندهم 365 نوع جبنه، وفي ايه كل نوع جبنه تقريبا كل يوم بياكلوا ايه نوع جبنه، وبرده كذلك عندهم ايه، عندهم المخبوزات. فرنسا مشهوره بالحاجتين دول، فهنا المفروض خصوصيه الفرنسيه او الكويزين الطهي او المطبخ الفرنسي يبقى اكيد ايه لي فرماج. طب فوت خامي فو دوموند بوركوا فو شيرشي لو ريون دي برودوي ليتيي، صاحبك بيسالك لماذا انت بتبحث عن ايه قسم منتجات الالبان، فانت هتقول عشان اشتري كونفيتور مربى، ولا عشان اشتري جو دورانج عصير فواكه، ولا بور اشتي دي فريانديز عشان اشتري حلويات مشكله، ولا بور اشتي دي زو عشان اشتري بيض. طبعا في معلومه بتقول ان البيض مش من منتجات الالبان، لكن يوضع في هذا القسم. لو دخلت قسم سوبر ماركت في فرنسا هتلاقي دايما البيض مع منتجات الالبان، يبقى دي معلومه مهمه جدا، البيض من منتجات الالبان لكنه مش من منتجات الالبان لكنه يوضع في هذا القسم حسب التصنيف نفسه. فيبقى الاجابه رقم دي. احسنت يا مسيو. ننتقل لبيج نمبر 15 مع مسيو محمد الطراز، اتفضل يا مسيو. الجمله بتقول بور دو ماندي لو بري دان كيلو دي بام، السؤال عن سعر كيلو التفاح فوليتي. انت هتقول اول حاجه كده انت محتاج سؤال، كلهم اسئله ما عدا الاخيره فهستبعدها. بعد كده بيقول لك كيلو بري دو سوليف كومبيان كوت ان ليتر دو جوس دو فيغوي صافي كومبيا، هختار الاختيار الروسي صافي كومبيا بمعنى بكم هذا. السؤال اللي بعده فوزا دوري لي فيغوي دو لا مير، انتم بتعشقوا فيغوي دو لا مير فواكه البحر، هي برودوي دو لا مير منتجات البحريه. فودي تي انت هتقول افيفو دي بام موسيو، ولا ابورتي موا 18 سيل فو بلي، ولا جو فودري دي باغيت سيل فو بلي، ولا فوزي مي لورانج. هنا بيتكلم عن المنتجات البحريه، ما عنديش منهم غير حاجه واحده اللي هي الاختيار نمرو بي ابورتي موا 18 سيل فو بلي. الجمله رقم 9 والاخيره فوتر امي فو ديموند لو نومبر دو تي ريبا بار جور، ايل دي، صاحبك بيسالك عن عدد وجباتك في اليوم. انت هو هيقول يبقى انا كده عايز السؤال، يبقى انا هستبعد كل الاجابات ما عدا الاخيره اللي هي بتقول كومبيان دو ريبا بونتو بار جور، كم عدد الوجبات بتتناول في اليوم. احسنت يا مسيو. في نص دقيقه كده يا مسيو محمد الويشي، لو عندك اي رسائل سريعه للطلبه بتاعتك اتس اوكي جو اهيد. هو لحد دلوقتي احنا زمان شايفين علينا بالافكار شويه او كتير بمعنى صح، بندي الفكره عكسها دايما. فكره المعكوسات ان انت تديني جمله تكون فاكر ان دي الاجابه، وبعد كده تدي الجمله تحتها تقول لي ازاي ده انا كده اتلخبطت. هي بتلخبط بس في نفس الوقت بتفكرك بالمعلومه. انا ممكن اخلي لك حرف جر او علامه استفهام او شرطه تغير في الجمله، فاصله زي امر تغير في الجمله، فدي اسمها فهم. الفرنساوي فيه العاب كتيره جدا، كل عليك انك انت بتحل دايما كتير عشان تعرف تستمد ايه الافكار دي كلها من قلب الحل. احنا طبعا من الناس ايه اللي بنحاول نستعرض الافكار بطريقه سهله وبسيطه، وبصراحه اغلب الافكار دي موجوده في كتاب مدرس على الهواء، يعني الافكار دي شبهها جدا في كتاب مدرس على الهواء في الايه، في لما بنيجي نشتغل بنحاول حتى نبص في الكتاب بيدينا افكار وبيدينا شغل لنفسنا احنا كمان كاشخاص. احسنت يا مسيو. مسيو محمد الطراز، لو في اي رساله سريعه للطلبه بتاعتك اتس اوكي. حابب بس ننبه الطلبه للموضوع لفكره المذاكره المختلفه عن النظام القديم. انت دلوقتي بتبدا تشمل كل جزء في المنهج، سواء كان اي ماده، سواء كان فرنساوي او انجليزي او كيمياء او فيزياء، ايا كان الماده اللي انت هتذاكرها. ما تذاكرش المعلومه المباشره بس، انت لازم تجيب جوانب الافكار. لازم تجيب القواعد، لو مثلا بتذاكر انجلش او عربي او فرنسي لازم تجيب الجوانب بتاعه القاعده وتركز على خبايا القواعد والاسئله المباشره والاسئله الغير مباشره. فكره النظام الجديد في الاسئله الصح والاجابه الصح والاجابه الاصح بيميز ما بينها طالب واحد بس، هو طالب فاهم اكتر منه حافظ. على قد ما تقدر تنتقي الكتب اللي انت هتذاكر منها، الافكار بتاعه الاسئله لازم تنوع في الافكار. مش معنى ان جات لك فكره مباشره في سؤال يبقى انت تشك في السؤال والسؤال ده فيه حاجه غلط ان انت حليته بسرعه، لا طبعا. السؤال المباشر فكرته وارده، والسؤال الصعب اللافف فكرته وارده، فانت لازم تتدرب على جميع انواع انماط الاسئله. وبالتوفيق لابنائنا طلبه الطلبات الثانويه العامه. نشكركم، بنشكركم على الحلقه الجميله دي، ونتمنى ان شاء الله نشوفكم في حلقات قادمه، وتمنياتنا القلبيه بالتوفيق والنجاح دايما لطلابنا الاعزاء. شكرا لكم جميعا. شكرا.